الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن دية الشجاج. دية الشجاج، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: الشجاج هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه، بالرأس والوجه، وأنواعه عشرة، وهي كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة، إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما يأتي. هنا وضح أن الشجاج المقصود بها الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. أنهم يفرقون بين مصطلح الجروح ومصطلح الشجاج. فالجروح هي الإصابات التي تقع في بقية أجزاء البدن عدا الرأس والوجه. وأما الإصابات التي تقع في الرأس والوجه خاصة فيقال لها الشجاج. الشجاج عشرة أنواع. إصابات الرأس والوجه عشرة أنواع. منها نوع اللي هو النوع السادس هنا كما عندنا في الترتيب هنا، النوع السادس اللي يقال له الموضحة، وهي التي توضح العظم، تكشف عن العظم، يعني جرح في الرأس أو الوجه فشق الجلد واللحم وحتى وصل إلى العظم فأبان العظم فالجرح، لكن في نفس الوقت لم يكسر العظم ولم يحركه من مكان، فهذه يقال لها الموضحة. إذن الشجاج اللي هي الجروح التي تكون في الرأس أو الوجه خاصة، الإصابات التي في الرأس والوجه خاصة يقال لها الشجاج. أما الإصابات التي تكون في بقية أعضاء البدن يقال لها الجروح. وبعدين الشجاج عشرة أنواع، منها النوع السادس اللي هو الموضحة، اللي هي الجرح في الرأس أو في الوجه، يعني شق الجلد وشق اللحم الذي تحت الجلد حتى وصل إلى العظم، لكن في نفس الوقت لم يكسر العظم ولم يحركه من مكانه، فهذه يقال لها الموضحة. فيقول الموضحة هي النوع الوحيد من أنواع الشجاج الذي فيه قصاص، بقية الأنواع ليس فيها قصاص وإنما فيها يعني تعويضات مالية كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. النوع الوحيد الذي فيه القصاص اللي هو الموضحة إذا كانت عمدا. أما يعني الموضحة إذا كانت أيضا خطأ أو شبه عمدا فلا قصاص فيها أيضا. طيب ما هو التعليل لماذا الموضحة بالذات هي التي فيها قصاص أما بقية أنواع الشجاج لا قصاص فيها؟ فالتعليل هنا قال لأنه يعني بالنسبة للموضحة يمكن مراعاة المماثلة فيها، أما غير الموضحة لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. الموضحة يمكن مراعاة المماثلة فيها، إن يعني عند القصاص فيقاس يعني موضع الجرح ويشق في المجني عليه شق مثله بالضبط بنفس القياس حتى يصل إلى العظم، الذي وصل إلى العظم غير ما يكسر العظم ولا يحركه. يمكن أن يقتص في الشجاج في شجة الموضحة بالذات يمكن القصاص فيها مع مراعاة المماثلة، لكن بقية الأنواع إذا شق الجلد فقط أو الجلد مع اللحم أو أنه مثلا كسر العظم أو حرك العظم أو كذا فهذه لا يمكن فيها مراعاة المماثلة، يعني إذا اقتص من المجني عليه إذا اقتص من الجاني فيمكن إيه أن يزاد يعني في الجراحة فيؤدي إلى أن تكون جراحته أكبر من جراحة المجني عليه، فلأجل ذلك لأنه لا يمكن مراعاة الممثلة فيها فلأجل ذلك إيه لا يختص فيما سوى الموضح.
قال والشجاج بيانه كما يأتي. أول نوع، النوع الأول الحارصة، في نسخ عندكم الخالصة، في بعض النسخ فيها الحارصة بالحق، حد عنده حق ولا كله خالص؟ كله خالص يعني المشهور فيها الحارصة بالحق. الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا، التي تشق الجلد قليلا. اثنين الباضعة، النوع الثاني الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، يعني شقت احنا بنتكلم على اصابات في الرأس وفي الوجه، فالباضعة شقت الجلد ووصلت بعده الى اللحم، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. في عندنا الثالثة قال الدامية او الدامعة، وهي التي تنزل الدامعة برضو بالعين. حد عنده غير نصححها، لأن الدامغة دي اللي هي رقم 10، يعني الدامغة رقم 10 مش رقم 3. قال الدامية أو الدامعة وهي التي تنزل الدم، يعني تنزل يعني دما مثل الدمعة، يعني قطرات من الدم، لذلك سميت الدامعة أو الدامية، لها اسم ثالث أيضا تسمى أيضا البازلة، يقال لها البازلة أو الدامية أو الدامعة، اللي هي يعني شقة الجلد. إحنا ماشيين بالتدريج، يعني بازلة بالزاي بالزاي اللي أخت الراء كده اللي فوق. الدامية أو الدامعة أو البازلة هي تلك التي يعني ماشيين بالتدريج، فكل واحدة تشمل شملت اللي قبلها يعني. فهذه شقة الجلد وشقة اللحم، ومع ذلك ايه انزلت يعني قطرات من الدم، مثل الايه مثل الدموع كده، يعني مثل تشبيها بدمع العين، فقطرات من الدم، يعني مش نزيف دم غزير كده نزل من القلب. رقم أربعة المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، وهي التي تغوص في اللحم. بعض الفقهاء يعكس ترتيب اللي هي رقم بالنسبة اللي هي الباضعة، في الباضعة والدامعة، يعني بعض الفقهاء يعكس الترتيب، يخلي الدامعة وبعدين الباضعة بعدها، يعني خلي رقم اثنين مكان ثلاثة وثلاثة مكان. في نقطة شغل، يعني بيخلوا رقم اثنين اللي هي البازلة، ورقم ثلاثة اللي هي رقم ثلاثة تصير الباضعة. سبحان الله، كل واحدة من دول لها علاج مختلف عن الثاني. سبحان الله فعلا، طب يعني ما شاء الله. معنا الدكتور احمد الفولي، يعني هو طبيب قلب وكده، يفيدنا جزاه الله خير فعلا، يعني كل واحده لها علاج مختلف عن الاخر، من حاجات بسيطه لخياطه. سبحان الله، بعضها يحتاج الى خياطه وبعضها لا يحتاج الى خياطه، بعضها هيجينا بعد كده ممكن بعضها يحتاج تجميل، بعضها يحتاج كده لسه اللي جايه يعني. رقم أربعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم. رقم خمسة السمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. السمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، يعني هناك زي قشرة أو جلدة رقيقة تغطي العظم تحت اللحم، يعني الجلد اللي هو الخارجي هذا، وبعدين الجلد الخارجي هذا تحته لحم، وبعدين تحت اللحم جلدة أخرى قشرة كانت تغطي العظم، وبعدين تحته العظم. فالسمحاق هي التي يعني بعد ما غاصت في اللحم لغاية لما وصلت إلى الجلدة التي تغطي العظم، الجلدة اللي هي تحت اللحم تغطي العظم، يعني يقال لها السمحاق. رقم ستة
الموضحة وهي التي تكشف عن العظم، وهي التي تكشف عن يعني الموضحة زي قطعت إيه الجلدة الرقيقة اللي هي السمحاق، يعني أيضا يقال الجلدة هذه نفسها يقال لها السمحاق، أي السمحاق اللي هي وصلت إلى جلدة السمحاق اللي التي تغطي العظم يعني. فالموضحة يعني هي التي قطعت هذه الجلدة حتى أبانت عن العظم. رقم 7 الهاشمة، وهي التي تكسر العظم وتهشمه أو تهشمه. إذا الموضحة فقط مجرد كشفت عن العظم، الهاشمة هشمت العظم فكسرته. المنقلة وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام، يعني كسرت العظم وحركته من مكانه فتحرك العظم من مكانه، هذه يقال لها المنقلة. 9 المأمومة أو الآمة، وهي التي تصل إلى جلدة الرأس، التي تصل إلى جلدة الرأس هي الجلدة التي تغطي المخ أو الدماغ، هي لها اسم الأم الجافية. فهذه المأمومة أو الآمة هي وصلت إلى جلدة الرأس هي الأم التي يقال لها الأم الجافية، اللي تغطي الجلدة التي تحفظ المخ يعني. رقم 10 الجائفة، وهي التي تصل الجوف، ويقال لها أيضا الدامغة. إحنا هنا عشان إحنا هنا بنتكلم على شجاج الرأس والوجه خاصة، فمصطلح الجائفة هذا يعني أوسع، يعني يشمل كل جرح يصل إلى أي جوف من الأجوف، بس إلى تجويف الرأس خاصة يقال لها الدامغة بالغين. الدامغة بالغين، إحنا عندنا في دامعة هي رقم 3، رقم 2 أو 3 اللي هي الدامعة اللي بتنزل قطرات دم مثل الدم، وفي العاشرة اللي هي الجائفة يقال لها أيضا الدامغة. الدامغة أخص من الجائفة، يعني التي تخص الوصول إلى جوف الدماغ. الجائفة أعم، تشمل الوصول إلى أي جوف من تجاويف البدن. فالدامغة هي التي تخرق جلدة الدماغ، يعني إحنا المأمومة وصلت إلى جلدة الدماغ اللي هي الأم الجافية، الدامغة خرقت الأم الدامغة، فهذه يقال خرقت الأم الجافية، فهذه يقال لها الدامغة. طيب هنا قال هذه أنواع الشجاج العشرة. قال ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، وقيل أجرة الطبيب. طيب إيه المقصود بالحكومة هنا؟ الحكومة اللي هو ما دون الموضحة، يعني الأنواع الخمسة الأولى اللي هي الحارصة اللي بتشق الجلد، والباضعة اللي هي تشق اللحم، والدامعة اللي هي تنزل يعني تنزل قطرات من الدم، والمتلاحمة اللي هي تغص في اللحم، والسمحاق اللي هي تصل إلى الجلدة التي تستر العظم. طبعا الكلام كله عن الشجاج اللي هي في الرأس والوجه. فالأنواع الخمسة الأولى قال فيها حكومة عدل، قال صفة هذه الحكومة أنه يقدر، يعني يؤتى بأهل الخبرة ويقدرون أن هذا المجني عليه، لو افترضنا أنه كان عبدا مملوكا، يعني هو المجني عليه حر، بس هنفترض أنه كان عبدا مملوكا، كم قيمته بدون هذه الإصابة وكم قيمته بدون هذه الإصابة؟ فننظر الإصابة كم انقصت من قيمته النسبة المئوية من نقصان القيمة. فلو فرضنا مثلا أنه كانت قيمته 1000 درهم مثلا بدون الإصابة، وبهذه الإصابة لو يعني عبد مملوك يباع به هذه الإصابة هيسوى 900،
يبقى إذا الإصابة هذه أنقصته عشر قيمته. يبقى إذا يعني دية هذا الجرح هي عشر دية إيه المجنية عليه. هذه طريقة الحكومة إن إحنا نشوف لو فرض أنه كان عبدا كم ستكون قيمته بدون الجراحة وقيمته مع الجراحة، ثم ننظر الفرق بين القيمتين كم أنقص من قيمته. فأنقص مثلا نسبة 1% 2% 3% أنقصها من قيمة العبد. إذن التعويض عن هذه الجراحة في المجنية عليه الحر هو مثل هذه النسبة من الدين، يعني 2% من ديته أو 3% من ديته. واضح؟ هذه طريقة الحكومة. وهنا يعني مثلا كل نوع من هذه الأنواع يعني سبق الحكم فيه السلف والسابقون وكذا، الحارسة بتنقص كذا من الدية وهذه تنقص كذا من الدية، فيمكن اتباع حكومتهم فيها. مش لازم كل واحد على حدة يعني نجيبه ونقوم، يعني القصد تقويم أهل العدل يعني في كل حالة من هذه الحالات يمكن اتباعها في نظائرها. قال وقيل أجرته الطبيب، يعني بعض الفقهاء قالوا يعني لا حكومة ولكن يعطى تعويضا بالتكاليف التي تكلفها لعلاج هذا الجرح. قال وأما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا. الموضحة التي تكشف عن العظم، يعني شقت الجلد واللحم، شقت الجلد واللحمة وشقت الجلدة الرقيقة التي تستر العظم حتى أبانت العظم وأوضحت العظم. فالموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل. نصف عشر الدية، الدية مئة بعير، الدية مئة من الإبل. فعندما نقول نصف عشر الدية يعني خمسة من الدية، صحيح؟ إن عشر الدية عشرة ونصف خمسة. كانت عمدا فيها القصاص عن الدية كاملة؟ لا، القصاص يعني يؤتى بالمجنية عليه ويجرح مثلها بحيث يعني يقاس، يعني يقاس مثلا جرحنا كم سنتيمتر أو يعني في قاس ممكن نأتي بخيط أو كذا ونشوف قياس الجرح فيه بالضبط. ويوضع الجاني ونفس المساحة هذه ويشرط يعني مثلا بمشرط لغاية ما نوصل للعظم، برضو نشق له لحمه وجلده لغاية ما نوصل للعظم ونتوقف عنده بحيث ما نكسرش العظم ولا نحرك ولا شيء. فالموضحة يمكن فيها القصاص ان احنا نقتسم مع المماثلة يعني من غير تعدي. لكن الانواع السابقة يعني لان الفرق دقيق يعني بين ممكن شخص يجرح آخر حارسة نقتص من الجاني، فالقصص منه فتطلع باضعة أو دامعة فنزيد فيكون يعني اعتدي عليه زيادة. فإذا في القصص إذا كانت عمدا اللي هي الموضحة، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم رضي الله عنه. عمر بن حزم كان أميرا من أمراء النبي عليه الصلاة والسلام على نجران أو مواضع من اليمن أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا عليه وكتب له كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عمر بن حزم فيه ديات الجروح، كان هذا الكتاب عند هذا الصحابي الكريم الذي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام في إديات الجروح. فكان في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه كتابا وفيه وفي الموضحة خمس من الإبل أو في الموضحة نصف عشرين. قال ولو كانت مواضح متفرقة، ولو كانت مواضح متفرقة يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل. يعني لو شخص جرح آخر مواضح متفرقة، يعني كل جرح كشف العظم
احنا نتكلم الان على الموضحة اللي هي في الرأس والوجه يعني. فمثلا من جهة اليمنى من وجهه راح جرحه موضحة، والجهة اليسرى من وجهه موضحة، وفي رأسه راح الموضحة ذلك. مثلا جاء الان ثلاث مواضح، كل واحدة فيها خمسة من الابل، يعوض 15 اذا كانت ثلاثة مثلا. قال والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة. الآن الجراح اللي هي في غير الرأس والوجه ففيها أيضا موضحة، يعني ممكن موضحة في مثلا في ذراعه أو في ساقه في رجله أو في يده، فيمكن أيضا أن يجرحه موضحة. فقال الموضحة في غير الرأس والوجه فيها حكم، يعني يقوم المجني عليه لو كان حرا، لو كان عبدا كم نقصت الموضحة من قيمته ويعطى يعني تعويضا. كثير من الفقهاء يقولون الموضحة إذا كانت في اليد والرجل فتعامل أيضا معاملة فيها القصاص، إذا كانت لأن أيضا يمكن فيها المماثلة الموضحة في الساعد والعضد وفي الساق والفخذ وكذا، فيقولون أيضا الموضحة يمكن فيها القصاص يعني عند بعض الفقهاء. طيب بالنسبة للجروح، طيب نكمل الأول بقية الرأس وبعدين نروح لجروح بقية البدن. قال وفي الهاشمة عشر الدية وهي عشر من الإبل، وفي الهاشمة عشر الدية وهي عشر من الإبل، وهو مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. فحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه في الهاشمة يعني بعشر الدية. قال وفي المنقلة عشر الدية ونصف العشر، عشر ونصف عشر يعني 15، أي 15 من الإبل، هذه دية المنقل. وفي الآمة ثلث الدية بالإجماع، عرفنا الآمة اللي تصل إلى جلدة الرأس لكن لا تخرق جلدة الرأس، فالآمة فيها ثلث الدية، عرفنا الدية 100 بعير، ففيها ثلث الدية يعني 33 بعيرا وثلث. وفي الجائفة ثلث الدية بالإجماع أيضا، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية. الجائفة فيها ثلث الدية لكن قد تنفذ من الجهة الأخرى، يعني مثلا في عندنا احنا كما سيأتينا في عندنا تجويف تجويف الفم، هذا يعتبر جوفا، فممكن مثلا طعنه من هذه الجهة حتى وصلت إلى جوف فمه وخرجت من الجهة الأخرى، طعن مسيخ مثلا حديد أو كذا دخل من هذه الجهة وخرج من الجهة الأخرى، فهما جائفتان، يعتبر جائفتان لأن هنا في جرح واصل إلى الجوف من هذه الجهة وجرح واصل إلى الجوف من الجهة الأخرى، فتكونان جائفتين. فإذا يعني طعن بشيء فدخل من جهة في الجوف وخرج يعني من الجهة الأخرى تعتبر جائفة دي. بالنسبة للجروح، جروح سائر البدن احنا عندنا الشجاج اللي هي في الرأس والوجه لها 10 أصناف. في سائر البدن قالوا عندنا قسمان رئيسيين، جائفة وغير جائفة، جائفة وغير جائفة. جائفة التي تصل إلى جوف من أجواف البدن أو من تجاويف البدن. وإيش هي تجاويف البدن؟ قالوا تجاويف البدن هي جوف البطن، يعتبرون البطن جوفا، وبرضه نفس الشيء مثلا لو طعن في جهة من البطن حتى دخلت إلى جوف البطن ممكن تدخل من جهة وتخرج من جهة جائفتين.
فالبطن جوف والظهر جوف ايضا والصدر والثغر اللي هو الثغر اللي هو الفم يعني والنحر النحر ايضا تجويف يعني ممكن يطعنه حتى يصل الى تجويف نحره والورك ايضا يعدونه جوفا يعني تجوف الورك يعني اذا يعني شق اللحم حتى وصل الى ما في جوفه يعني من دهون او كذا يعتبرونه جوفا. فالجائفه فيها ثلث الديه، الجائفه في الجروح اللي هي في غير الراس والوجه ايضا فيها ثلث الديه كما في جائفه الراس والوجه. عرفنا جائفه الراس بالذات بيسمونها الدامغه، جائفه الراس بالذات لها اسم اخر اللي هو الدامغه، بس الجائفه يعني اعم اللي تصل الى جوف المخ. فاي جائفه فيها ثلث الديه كما ان الدامغه فيها ثلث الديه، كل جائفه فيها ثلث الديه. واما في غير الجائفه ففيها حكومه، غير الجائفه فيها حكومه، حتى اللي هي الانواع اللي هي مثلا الهاشمة والمنقلة والآمة وكذا هذه كلها فيها حكومة، يعني ما يماثلها في بقية مواضع البدن كلها فيها حكومات يعني يقدر بدون الجراحة ومع الجراحة وكم نقصت من قيمته ويعطى هذا المقدار من الدية، يقدر له نسبة من الدية بحسب ما تنقص الجراحة. هذا ما يتعلق بدية الشجاج والجروح. قال دية المرأة، قال ودية المرأة إذا احنا برضو مر بنا من قبل أنه في موضوع الشجاج اللي هي زيادة على الموضحة، والجروح برضو اللي هي زيادة على الموضحة، من حق المجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ حكومة عن الزيادة، يعني ممكن يقتص موضحة لأن اللي هو يعني جرحه أكثر من الموضحة، وهنا قلنا لا يمكن المماثلة فيما زاد عن الموضحة أو الكسر له عظم ولا، فممكن يطالب المجني عليه قد يرغب في أن يقتص من الجاني بمقدار موضحة فقط، فيمكن له ذلك أنه يطالب بالقصاص بموضحة ثم يكون هناك حكومة للفرق بين مثلا هو يعني اذا كان الجنايه اللي عليه اكثر من الموضحه وكانت عمدا يعني فممكن يقتص موضحه يعني اقل من حد. قال ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. دية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية جروحها أيضا على النصف من دية جروح الرجل. فإذا دية الرجل احنا قلنا كم؟ 100 من الإبل، إذا دية المرأة 50. فلما مثلا الهاشمة في الرجل 10 الدية، فبتكون 10 من الإبل، وفي المرأة 10 دية المرأة اللي هتكون 5 من الإبل. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا. يعني إذا المسألة فيها نصوص عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفهم لم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون ذلك إجماعا، خاصة أنه قول يعني قالوه واشتهر ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا. ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك يعني في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، وكذلك في الشهادة فإن
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا مسألة يعني ما الحكمة في كل ما أمر الله تعالى به وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حكمة يعني قد يدركها الناس وقد لا يدركها، لكن يعني مما يذكر في الحكمة هنا أن الرجل هو المكلف بالإنفاق، الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، فلذلك يعني ما يصيبه من جروح أو قتله إن قتل أو كذا، يعني الضرر لا يكون قاصرا عليه، يعني الضرر المادي يتعدى أيضا أنه ينقطع يعني باب نفقة على أسرته أو كذا، فكان التعويض في حقه أكبر من هذه الجهة، يعني بخلاف المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على أسرتها وإنما هي ينفق عليها، فالتعويض في فقدها يعني ليس له علاقة يعني بمكانتها ومنزلتها عند الله تعالى، تكون المرأة يعني خيرا عند الله تعالى من ألف رجل يعني عند الله تعالى، لكن التعويض اللي هو يكون عنها للدية باعتبار أن الضرر الذي لحق أسرتها يعني من الرجل هو الذي يعود للأسرة وينفق عليها، أما المرأة فليست مكلفة بالإنفاق، لكن طبعا هذه الحكمة يعني لا يترتب عليها شيء، يعني لا يترتب عليها أحكام، الأحكام لا تدور مع الحكم وإنما تدور مع العلل والنصوص وكذا، يعني بمعنى أن المرأة لو كانت عاملة أو الرجل كان عاطلا هذا لا يغير في الحكم شيء، يعني المرأة لها نصف دية الرجل في أي حال من الأحوال، يعني لكن هذا الحكم روعي فيه الغالب أن المرأة ليست لا تنفق، يعني أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة. الفقهاء يذكرون يعني أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أبواب، خمسة أمور ورد فيها أن المرأة نصف الرجل. المؤلف هنا ذكر ثلاثة من اللي هي الإيه؟ الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، والشهادة، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، والميراث يعني البنت نصف الميراث الابن. بقي امران وهما العقيقه وثواب العتق، العقيقه هو العتق، يعني في العقيقه عن الذكر شاتان والانثى شات، عقيقه الانثى شات وعقيقه الذكر شاتان، فالانثى ايضا نصف الذكر في العقيقه. في العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا، اللي يعتق امرأتين ثوابه كثواب اعتق رجلا. قال وقيل يستوي الرجل والمرأة في العقل الى الثلث ثم النصف فيما بقي، العقل يعني في الدين. فقد أخرج النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده، ولا عن أبيه عن جده، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الجرح التعويض فيه أقل من ثلث الدية، يعني زي مثلا الهاشمة فيها إيه؟ عشر الدية، صحيح؟ العشر أقل من الثلث أو لا؟ العشر أقل من الثلث، نعم. فإذا تكون المرأة كالرجل فيها، يعني هاشمة المرأة عشر من الإبل كما أن هاشمة الرجل عشر من الإبل، لأن الإيه؟ دية الهاشمة عشرة من الإبل. كذلك مثلا دية الأصبع، لو أن رجلا يعني جانيا قطع أصبع امرأة أو قطع أصبعين من امرأة، فأصبع امرأة عشرة من الإبل أقل من الثلث، يبقى تأخذ عشرة من الإبل كاملة، لو قطع أصبعين منها يبقى 20 بعيرا، هذا اقل من الثلث، يبقى تاخذ 20 بعيرا كمان، طب ثلاثه اصابع 30
30 اقل من الثلث ولا اكثر؟ اقل من الثلث 33 وشوي. اذا اقل من الثلث اذا لو جني على امراه وقطع منها ثلاثه اصابع اذا تاخذ تعويضا تكون ديتها 30 بعيرا مثل دية الرجل. اول ما تزيد عن الثلث يبقى ايه؟ تاخذ نصف دية الرجل. يوضحه ما سياتي. قال: واخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن اللي يقال له ربيعة الرأي من فقهاء التابعين الكبار وشيخ الإمام مالك رحمه الله، عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة دي؟ قال: عشر من الإبل. سعيد بن المسيب يعني هو أفقه التابعين وأعلم التابعين رحمه الله تعالى. ف يعني ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن هو تابعي وشيخه سعيد بن المسيب هو من إيه؟ من التابعين. سعيد بن المسيب من كبار التابعين اللي هو يعني أدرك العشرة المبشرين، يعني أدرك أبا بكر وعمر. سعيد بن المسيب رضي الله عنه يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني أدرك العشرة المبشرين رضي الله عنهم كلهم أدركهم سعيد رضي الله عنه. كان شيخ أبو هريرة وهو زوج بنت أبي هريرة شيخه يعني ما التقى أبو هريرة شيخ سعيد، يعني أبو هريرة شيخ سعيد يعني هو أكثر الناس رواية عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، تزوج بنت أبي هريرة كان يعني أكثر الناس يعني رواية عنه رضي الله عنه. أبو هريرة صاحب سعيد التابعي يعني نبذة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ عن أبي هريرة عن النبي. فقال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قال: فقلت: فكم في الأصبعين؟ بالمناسبة يعني في اللغة ضبط أصبع قالوا فيه عشر لغات، يعني بتثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني الهمزة ممكن تفتح وتضم وتكسر والباء تفتح وتضم وتكسر، فضرب ثلاثة في ثلاثة تسع لغات. يعني تقول أصبع 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 وبعدين إصبع إصبع إصبع، كان تسع لغات، والعاشرة أسبوع بضم الهمزة والصاد وزيادة واو بعد بتثليث الهمزة وتثليث الباء، فضرب تثليث يعني فتح الضم وكسر فتح الضم، فتضرب ثلاثة في ثلاثة هذه تسع لغات، يعني همزة مفتوحة وباء مفتوحة، همزة مفتوحة وباء مكسورة، همزة مفتوحة وباء مكسورة، بين همزة مضمومة، تتنوع يعني التشكيلة كلها التسعة، والعاشرة أسبوع بضم الهمزة والباء وزيادة واو بعدها. فممكن تقول يعني في الإصبعين في الأسبوعين في الأسبوعين. لا يمكن أن تلحق فيها أي تشكيلة تشكل وتطلع صح. قال: فقلت فكم في الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاثة؟ قال: ثلاثون من الإبل. ملاحظ هنا إيه؟ سعيد بن المسيب أصبع امرأة عشرة من الإبل، إن ده دون الثلث، ففي مثل دية الرجل، أصبع المرأة مثل أصبع الرجل، أصبعين من امرأة مثل أصبعين من الرجل، ثلاثة أصابع من امرأة ثلاثة أصابع من الرجل، لأن هذا كله دون الثلث. قال: فقلت فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. يعني ثلاث أصابع كان 30، أربع أصابع قال 20. ليه السبب؟ لأن لما أربعة أصابع من الرجل بأربعين بعيرا، يعني 40% هذه أكثر من الثلث، فأول ما زاد عن الثلث يبقى نرجع ننزل لإيه؟ نصف دية الرجل. أول ما دية المرأة في الجروح تزيد عن الثلث يبقى تنزل لنصف دية الرجل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فربيعة يعترض على شيخه سعيد فيقول له يعني لما حين عظم جرحها يعني ثلاثة كان 30 بعيرة، لما يصيروا أربعة تبقى تعودها 20 بعيرة، يعني طلع أصبع زيادة عشان نقص الدين. قال: سعيد أعراقي أنت؟ رحمه الله.
هنا ربيعه كما ذكرنا كان يقال له ربيعه الراي، لانه كان ايه، كان كثيرا ما يعني يستعمل القياس والراي ويخوض، فلذلك كان يلقب بربيعه الراي. يعني هذا الراي طبعا منه محمود ومنه مذموم، يعني الراي كان راي محمود اللي هو يعني محاوله تفهم عله الحكم واستنباط الاحكام في النظائر وفي كده، يعني الراي المحمود اللي هو يعني ليس فيه اعتراض على نصوص الشرع ولكن يعني محاولة تفهم حكمتها وتفهم، يعني مثل مذهب الحنفية يقال له مذهب أهل الرأي لكثرة يعني نظرهم في المقاصد يعني والعلل وكذا. يعني الرأي هنا مرات يكون محمودا، يعني الرأي المذموم اللي هو ما يخالف الشرع والإنسان يعترض على النصوص برأيه. بس هنا سعيد قال أعراقي أنت. السبب في هذا أن العراق يعني في ذلك الزمن يعني كان فيها اللي هم الحرورية اللي هم الخوارج ممن كانوا يعني ينكرون السنة، كان فيهم من ينكر السنة ويعترض عليها برأيه فشبهه به، يعني باب إطلاق الكل وإرادة البعض. يعني أهل العراق كان فيه خيرة الصحابة رضي الله عنهم وخيرة الأئمة، لكن في نفس الوقت كان فيه أهل حروراء اللي هم الخوارج، فكانوا ربما ردوا النصوص بعقولهم. لذلك في هذا له مثال آخر، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم إذا أفطرت أياما في رمضان بسبب الحيض تبغيه، ولا تؤمر بقضاء الصلاة كالصلوات التي فاتتها بسبب الحيض لا تقضي. فقالت أحرورية أنت؟ فأم عائشة قالت أحرورية أنت؟ أنا إيه تعترض على السنة يعني برأيها. فقالت أحرورية يعني فأنا أعراقي أنت، يعني يقصد إيه يعني أشبهت طريقة الخوارج الذين كانوا يقيمون في العراق في ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم ونقول سمعنا وأطعنا لا نخوض بالرأي. فهنا يعني لأنه خاض برأيه في فقال سعيد أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت. وطبعا سعيد من أهل المدينة يعني حجازي. قال ربيعته وحتى ربيعة نفسه من أهل المدينة أيضا، يعني هو ربيعة مدني، يعني وسعيد عارف أن ربيعة مدني، بس هو يقول له عراقي يعني حتى تعمل مثل ما يعمل بعض الناس في العراق وكذا يعترضون بالرأي على السنة. قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال لا أنا ما أعترض يعني برأيي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عالم متثبت أريد يعني بس أتعرف يعني على الحكمة فيها، يعني هي الحكمة أو جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. قال هي السنة يا ابن أخي، يعني هكذا أمرنا نقول سمعنا وأطعنا. فإحنا مر بنا الحديث من قبل اللي هو حديث عمرو بن شعيب، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. فدية الجروح في المرأة مثل دية جروح الرجل إلا إذا يعني أول ما تبلغ الثلث فحينئذ تصبح على النصف من دية الرجل. قال وقد ناقش الإمام الشافعي رحمه الله هذا الرأي وبين أن المقصود من السنة هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل حتى في الجروح وإن قلت عن الثلث. والإمام الشافعي رحمه الله توجيهه لهذا الحديث قال إن سعيدا لما قال هي السنة يا ابن أخي يقصد سنة زيد بن ثابت لا يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله، لكن يعترض عليه بأن حديث عمرو بن شعيب فيه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا مما يبين أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وأن قضاء زيد ليس باجتهاد منه وإن
وإنما اتباعا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنه، فكان أولى بالخير بالاتباع. هي أصل كلمة السنة الطريقة المتبعة، فغالبا يعني إذا أطلقت السنة غالبا يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد في بعض الأحيان خاصة في صغار الصحابة أو التابعين أو كذا ربما قالوا السنة يقصدون بها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فسمناها سنة، فربما قصد بها طريقة يعني الصحابة أو بعض الصحابة أو كذا، لكن الغالب أنها إذا أطلقت أريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أريد بها سنة أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أنها تقيد، يعني قد سنة فلان سنة الخلفاء سنة الصحابة. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول، قال الشافعي رضي الله عنه السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوه. هنا ذكر فيها مخالفا، يعني مش الذي لا خلاف فيه اللي هو قضاء زيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا الذي لا خلاف فيه. أما في الجروح اللي هي دون الثلث أنها مثل الرجل فهذا فيه خلاف، يعني هذا فيه. فقال وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوه. وقوله سنة محمول على أنه سنة زيد، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه لم يروى إلا عنه موقوفا. كلام هذا فيه نظر لأنه مر بنا أنه روي مرفوعا أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولأن هذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها. الأرش اللي هو الفرق بين قيمتين، والمقصود هنا التعويض يعني الذي تأخذه عن هذه الجمال. وحكمة الشارع تنشأ من ذلك ولا يجوز نسبته إليه. هكذا عندهم تنشأ من ذلك ولا يجوز نسبته إليه، لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا، وأقبح أن تسقط ما وجب أو أن تسقط ما وجب بغيره، أو كما قال يعني رحمه الله تعالى. يعني الخلاصة أنه يقول رأي الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن ناسا من كبار الصحابة خالفوا زيدا في هذه الجزئية اللي هي مسألة أن دية جروح المرأة إذا نقصت عن الثلث، فقال جمع من الصحابة هي مثل يعني دية المرأة نصف دية الرجل، حتى في أي جرح وإن صغر يكون نصف دية الرجل. فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. فنتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله. شيخ، كلام الشافعي يدل على أنه لم يبلغ الحديث إلا موقوفا. نعم، كلام الشافعي رحمه الله يفيد أنه لم يعني يصله الحديث إلا موقوفا على زيد.